انا عشت مع ذهبية قوي لدرجة ان انا حبيتها جدا وبقيت بتكلم زيها طول الوقت. يعني انا حتى بعد ما خلصت تصوير بقيت بتكلم زي ذهبية وبتكلم بطريقة ذهبية الناس كانت مستغربة قوي، الناس بتستغرب قوي. يعني انا كنت باركن قريب في ميدان التحرير ومش لاقية مكان، فلقيت ظابط فقلت له والنبي يا اخويا ممكن اركن في حتة دهيت؟ قال لي دهيت مش حضرتك سمية الخشاب؟ قلت له ايوه معلش وانا بصور بقى سامحني بتاعي، ولابسه لبس كنت خارجه من التصوير يعني استاذنت منهم ساعه اخلص حاجه في الجوازات وكده، فنزلت بقى عشان ارجع اكمل تصويري. يعني الراجل استغرب يعني قعد يضحك ضحك قال لي انتوا فعلا بتتقمصوا كده ويعني بيأثر عليكم الدور وكده؟ قلت له اه اكيد، يعني ما هو عشان انت تصدقني كمشاهد لازم انا اصدق الشخصيه، اصدقها قوي من جوايا واعيشها وابقى هي، ابقى هي بجد. مش يعني انا مش سميه وانا ذهبيه، لا مش سميه، واي شخصيه انا عملتها ما ببقاش سميه خالص، ببقى هي الشخصيه.